ينطلق بحفظ من الله ورعاية شوطنا الثاني في تعداد هذه الأشواط الصباحية للحول المهجنات الأصايل عبر قناة ياس الرياضية، حيث من تتابعون هذه الانطلاقات مقدمة الشوطة مباشرة مودعة مهير بن علي بن راشد بن سويلم من يقدم لنا هذا الاسم وهذا الشعار والانطلاق مع مقدمة الشوط. ثاني المراكز العنود حمد بن سهيل بالطوير بالأسود العامري يقدم العنود محتل مع المركز الثاني. ثالث المراكز مزون سعيد بن عبيد بالعرت الحميري تتقدم مباشرة بهذا التقدم الممتاز. رابع المراكز القدوم من دلال لسالم بن حارب بن مفتاح النيادي من يقدم هذا الاسم من تحتل المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس الساعة لسعادة أحمد بن سعيد النيادي بالشعار الاتحاد الذي صال وجال بالسيوف وبالكؤوس وبالنواميس من تتقدم مباشرة مع المركز الخامس. وفي سادس المراكز نرى الوصول مشاهدين الكرام في هذه اللحظات من الشايبة عوض بن مبارك بن سعيد المهيري يقدم لنا الشايبة من تحتل المركز السادس. سابع المراكز اللي في المركز السابع عالية عمير بن عبد الله بن سالم بن خادم القبيسي انتقل مباشرة إلى المركز الثامن ونجد السيلية خليفة بن علي بن حمد العطية من يقدم هذا الاسم. تاسع المراكز دقلة خليفة بن عيد بن محمد المزروعي. أما اللي في المركز العاشر من تنطلق عيالة لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري من قدم لنا شعار المفاجآت هذا الشعار بالشوط الأول الرئيسي مع الناموس مع مبارك بن محمد بن نصرة العام لرجل المفاجآت. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام والنداء الأول للحول المهجنات الأصايل. نعود حيث البداية حيث مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. يا سلام في مقدمة الشوط من غيرت مع الصدارة واحتلت المقدمة بتقدم ممتاز. العنود بدأت تعاند مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. حمد بن سهيل بالطوير العامري يقدم لنا العنود مع الصدارة. ثاني المراكز مودعة مهير بن علي بن راشد الكتبي من يقدم هذا الاسم وهذا الشعار والانطلاقة مباشرة مع المركز الثاني. ثالث المراكز مزون وغيرت إلى المركز الثاني سعيد بن عبيد بالعرت الحميري يقدم هذا الاسم. رابع المراكز من تاتي دلال سالم بن حارب بن مفتاح النيادي يقدم لنا دلال من تحتل مع المركز الرابع. خامس المراكز تتقدم الساعة لسعادة حميد بن سعيد النيادي من يقدم لنا هذا الشعار والاسم من تاتي مباشرة وتحتل المركز الخامس. المركز السادس نشوف اللي في المركز السادس لناتي بالعشر الأوائل من تزين أرضية هذا الميدان الندر المهجنات الأصايل. هناك اللي هي عالية عمير بن عبد الله بن سالم بن خادم القبيسي يقدم هذا الاسم مع المركز السادس. سابع المراكز الشايبة عوض بن مبارك المهيري الخبير من يتابعها بهذا التقدم الممتاز. هناك أيضا الوصول والتقدم من دقلة تعود الملكية لخليفة بن عيد بن محمد المزروعي يقدم لنا هذا الاسم. وتاتي السيلية خليفة بن علي بن حمد العطية. هكذا الأسماء هكذا الشعارات مشاهدين الكرام. نعود حيث البداية لا نعود إلى المقدمة لا نعود إلى صدارة الشوط وإلى مقدمة الشوط مع الصدارة والبداية في هذا الصباح. مزون هي من تتقدم مشاهدين الكرام بتقدم الممتاز. وهناك أيضا العنود. يا سلام الشوط وين 2 كيلومتر عن خط النهاية الحول المهجنات الأصايل. هنا مشاهدين الكرام من تاتي مع البداية والصدارة العنود مع المقدمة العنود مع المركز الأول. حمد بن سهيل بالطوير بالأسود العامري يقدم لنا العنود وما زالت معانده العنود من أجل الفوز والناموس أن تهديه بالأسود في هذا الصباح وفي هذا الانطلاق والمسار. المركز الثاني مزون سعيد بن عبيد بالعرت الحميري من يقدم لنا مزون مع المركز الثاني.
الثاني. المركز الثالث تتقدم الساعة لسعادة حميد بن سعيد النيادي من يقدم لنا الساعة تحتل مع المرتبة الثالثة. المركز الرابع رابع المراكز دلال سالم بن حارب بن مفتاح النيادي يقدم لنا دلال الوصول من مودع مهير بن علي بن راشد الكتبي. يا سلام الكل بدأ يتقدم عالية. عمير بن عبد الله بن سالم بن خادم القبيسي. هكذا النتيجة هكذا الأسماء هكذا الانطلاقات. وهناك أيضا دقلة خليفة بن عيد بن محمد المزروعي وتتقدم السيلية خليفة بن علي بن حمد العطية والشايبة. عوض بن مبارك المهيري ومبارك بن محمد بن نصر العامري. هكذا الأسماء هكذا الشعارات. ولكن لنا عودة لنا عودة ونقترب من الكيلو متر الأخير. لا بعد كيلو إلا الناموس. في هذا الصباح تنطلق مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول العنود. العنود ما زالت هي المعاندة من أجل الفوز والناموس. وغادرنا الكيلو متر الأخير والعنود تشق الطريق لناموس هذا الشوط في هذا الصباح. لك يا حمد بن سهيل بالطوير بالأسود العامري مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. هنا المركز الثاني من تاتي مباشرة مزون سعيد بن عبيد بالعرت الحميري. الساعة لسعادة حميد بن سعيد النيادي مع المرتبة الثالثة. ولكن البداية ومقدمة الشوط يحلو الرقص مع الكبار. يحلو الرقص مع الكبار في هذا الصباح بالفعل. هنا المقدمة العنود. العنود بدأت تغادر. العنود عاندت الجميع. انطلقت لناموس هذا الشوط إلى الفوز والانتصار. تبي تصب عليها للعين دار الزين بالناموس في هذا الصباح. العنود لحمد بن سهيل بالطوير بالأسود العامري. سلام بوسهيل سلام في هذا الصباح. تهانينا من هذه اللحظات بدون أي منافس ولا منازع على الإطلاق المباشر أن تهدي مالكها حمد بن سهيل بالطوير العامري. سلام سلام على هذا الفوز والإبداع والانتصار لحظة الوصول إلى خط النهاية بدون أي منافسة. تهانينا والناموس لحمد بن سهيل بالطوير بالأسود العامري على فوز العنود بالمركز الأول في شوط الحول المهجنات الأصايل. المركز الثاني الساعة لسعادة حميد بن سعيد النيادي. المركز الثالث مزون سعيد بن عبيد بالعرت الحميري. المركز الرابع من أتت اللي هي عالية وتعود ملكيتها مشاهدين الكرام عمير بن عبد الله بن سالم بن خديم بن خادم القبيسي عياله لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري مع المركز الخامس. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس مهدي مالك حمد بن سهيل بالطوير العامري بدون أي تعليمات. وتسجل التوقيت الأفضل التوقيت الممتاز تحت أقدامها العنود بدون أي تعليمات. تسجل التوقيت الأفضل قاطع المسافة 7 دقائق 57 ثانية 3 من الأجزاء. التوقيت الأفضل والممتاز حمد بن سهيل بالطوير العامري من قدم العنود مع التوقيت الأفضل وبدون أي توامر. تهانينا والناموس. الساعة ثانيا لسعادة حميد بن سعيد النيادي. تهانينا والناموس قاطعة المسافة في زمن وقدر مشاهدينا الكرام. وننتظر التوقيت الزمني. التوقيت الزمني 8 دقائق 5 ثواني 3 من الأجزاء. الساعة لسعادة حميد بن سعيد النيادي. تهانينا والناموس. ثالث المراكز نشوف اللي في المركز الثالث اللي هي مزون لسعيد بن عبيد بالعرت الحميري. قطعت المسافة 8 دقائق 8 ثواني 6 من الأجزاء. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما.